ايمي سيد بتقول لي يا غالية ادعي لي على الامتحانات، يا رب تنجحي يا رب انت وكل اللي زيك وولادي كمان وكل اللي بيتعبوا وكل اللي ولادهم في مدارس وبيتعبوا. وحبايبنا برضو كلهم، ويوسف رشاد بيسلم علينا وعلى العيال، تسلم يا أستاذ يوسف. وعاوز أشكر مصطفى محمود برضو، وميردي صافي، وبيرتي صافي، وسامر أبو صافي من سوريا. يا رب طمنا على سوريا وأهلها. سامر أبو طارق من سوريا، يا رب طمنا على أهل سوريا كله. وملان الونش، وتامر قال من سوريا، ومنى مصلح، وفاتن عبد الوهاب، هدى السيد، تونة خليل، وروتي روز. عاوزة الشركسية عنينا يا ستي، طب تعالي اعمليها لنا هنا. وتونة خليل بعتلنا صورة لأول حفيد ليها، بسم الله ما شاء الله ربنا يخلي. وهبة الدلوعة بتاعت اسكندرية، وشيري فتحي بتقول لي يا غالية انت بتطبخي زي مامتي. لا يا ست الكل، مامتك احلى. ومصطفى محمود يا رب تنجح في اولى اعدادي يا مصطفى. واشرف محمود عاوزنا نجيله اسوان، حاضر هنجيلك. احمد رمضان عاوز يبقى صديق للبرنامج، صداقة البرنامج ملهاش شروط، قلبك حلو نحب بعض. غالية تقول لك أهلا وسهلا تحت أمرك. حبيب عمري ربنا يرزقه بطفل. وقبل ما انسى، الست عزة بتقول لي يا غالية خلي كل اللي سمعنا تدعي لي، يدعي لي تقول يا عزة يا بنت فاطمة ربنا يرزقك بالخلف الصالح. إن شاء الله كل اللي سمعنا يا ست عزة يدعي لك بالخلف الصالح. عادل روس بيقول لي يا غالية عاوز أعمل لك سمك مجفف أسواني، يا ريت إيدي على كتفك. ندى بتقول لي يا غالية الزبادي باظ واللبن سرسب، تلاقي درجة الحرارة مش مظبوطة، درجة الحرارة مش مظبوطة، يا إما تكون عالية قوي يا إما تكون هي عالية قوي، اللبن جبن منك وعمل شرش، يا إما تكون واطية قوي ملحقش يجبن. لازم يبقى درجة الحرارة إيدك تطيقها، يعني أما تحط إيدك كده في الفرن إيدك تبقى طايقاها. هو ما ترموهوش، حطيه في شاشة، في شاشة كده، في منديل كده ولا شاشة، واربطيه وعلقيه لحد الصبح، هيقلب معاكي بجبنة زي اللبنة كده. شفتي انتي مش بيقولوا في جبنة اسمها لبنة كده؟ اللبنة دي زي كده بالظبط، يا دوبك تشكل نص شكلها ونصفيها من الشرش وتبقى لبنة طرية. هاد ما ترمهوش، خسارة، ادام اللبن حلو ومش بايظ، وهو مش بايظ بس جبن شوية، اقلبيه في شاشة وعلقيه كده لحد الصبح ولا كام ساعة، هيقلب معاكي بالجبنة اللبنة الطرية الحلوة. وبألف أنا وشيف تعالي كده، عندك مطبقية زي بتاع غالية كده، حطيه في منديل ولا في شاشة واربطيه كده اهو، وسيبيه ينقط ساعتين تلاتة، ينزل شرشه، وبعد كده افتحي الشاشة وكليه بألف هنا وشيف، هيبقى معاكي جبنة. رضا فوزي بتقول لي يا غالية عربيتنا اتسرقت، ادعي لي ترجع. يا رب يا رب كل العربيات اللي اتسرقت ترجع لأصحابها، ويا رب كمان الشنط اللي اتسرقت ترجع لاصحابها. وسام كريم عاوز عيل، ربنا ان شاء الله يرزق كل من كان.
إرادة العبيدي يا رب يرحم مامتها يا رب. وانتصار مصلحي والحاجة سامية ثابت من أسيوط برضو بنحييها، وأصدقائنا اللي بيعملوا لنا الفوتوشوب محمد حسان، وكل حبايبنا اللي بيعملوا لنا بيعملوا الغالية صور شكلها حلوة قوي على الفيسبوك، بشكرهم من كل قلبي. الست سلوى غراب كتبت حاجة حلوة قوي، سارة غراب كتبت حاجة حلوة قوي على الصفحة، قالت يا رب ادي كل الناس كل حاجة تحبها، ما دعتش لنفسها، دعت للناس وما دعتش لنفسها، قلبها حلو قوي قوي، ربنا ان شاء الله يستجيب منها. شكرا ليك يا ست سارة. وناني رضا ورمساء خالد ورؤية رؤية وهشام من سوهاج، وألف شكر يا ست الكل، أم بتسلم عليا متشكرين. جهاد عزت بيقول لي أنا بقالي شهر يا غالية باعت حاجات على الصفحة، معلش يا عم حقك علينا. واحدة حبيبتنا بتسأل على الصفحة يا غالية، الطحينة نحمر السمسم ولا متحمص؟ السمسم لو جايباه أبيض أو متحمص لازم تطقطقيه على النار في طاسة ناشفة عشان يتسحب منه الرطوبة، عشان لما تيجي تضربيه في الخلاط ينعم ما يلتش ويبقى عجين، لازم تديله تلويحة كده في طاسة تكون ناشفة في على النار، وبعد كده تحطيه في الكبة أو في البتاعة بتاعة الخلاط اللي بتطحني فيها الفلفل والكمون وتطحنيه عشان خاطر يلف معاكي وما يبقاش ملكلك. طيري منه بس السقع. هناخد فاصل، وكل اللي ما سمعش اسمه يستنانا، في اسامي تانية كتير هنقولها.